ندوة اليوم تتعلق أساسا بالزوايا ودورها في إصلاح ذات البين، وأخذنا زوايا زواوة منطقة القبائل نموذجا، وعلى هذا الأساس استضفنا السادة الحضور والمشايخ وباحثين لينورونا وينيروا الرأي العام من خلال الشروق، ويوضحوا كيف يتم الحال فيما يتعلق بإصلاح ذات البين عندما تكون هناك نزاعات في منطقة القبائل. وهذا مما يؤكد أيضا على أن هذه المنطقة ليست منبتة الجذور كما يريد البعض أن يروج، وإنما هي منطقة أصيلة لها تراثها وعراقتها وتقاليدها التي تنبع من قيم وصميم التقاليد والعراقة والأصالة الإسلامية. نحيل الكلمة بداية إلى المدير علي فضيل ليرحب بالجمع الكريم فليتناول الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. معالي الوزير، حضرات الشيوخ الأفاضل، أرحب بكم باسم مؤسس الشروق للإعلام والنشر في هذا اليوم المبارك الذي كما قال الأخ مصطفى افتتح به هذه القاعة البسيطة ونتبرك بهذه الوجوه النيرة ومشايخنا الكرام لنبدأ أو نشرع ونفتتح في هذه القاعة أول ندوة ثقافية وفكرية تتعلق بدور الزوايا في منطقة القبائل في فك النزاعات. ولا شك أن كما تعلمون أن منطقة القبائل بزخمها وتراثها قدمت نموذجا رائدا في إصلاح ذات البين من خلال الزوايا ومن خلال التنظيمات التقليدية التي كان منطلقها هو شرعي، وكانت الزوايا هي التي طرعها مثل التجمعات. ونحن خاصة في هذه الفترة بالذات حيث تلاحظون أن مجتمعنا بقدر ما متمسك بقيمه، ولكن هناك هزات كثيرة أصابت القيم في العشريتين الأخيرتين، وأصبح من الضروري ومن الواجب أن يعاد تفعيل دور الزوايا كمراكز إشعاع ثقافي وحضاري، وكذلك كمؤسسات اجتماعية تؤدي دورها في فك الخصومات والنزاعات. والحمد لله طيلة سنوات عديدة أو قرون عديدة ظلت الزوايا في هذه المنطقة الغالية تؤدي دورا ريادياً ودورا حضاريا ودورا اجتماعيا قلما نجده في مجتمعات أخرى. من هذا المنطلق أردنا نحن في الشروق أن ننظم هذه الندوة لإعادة تثمين هذا الدور وإعادة تفعيله كما قلت، ولإبراز للأجيال الصاعدة الأجيال الجديدة أن الحمد لله هناك طاقات وهناك كفاءات وهناك مؤسسات يجب إحيائها ويجب رعايتها ويجب إعطائها الإمكانيات والوسائل لتقوم بدور فعال ودور خطير، وهو دور إعادة اللحمة للمجتمع وإعادة المجتمع إلى منابعه الأصلية التي كما تلاحظون هذه المنابع شهدت في السنوات الأخيرة محاولات لتجفيفها ومحاولات لطمسها، والحمد لله بقيت الزوايا رغم إمكانياتها القليلة ورغم الصعوبات التي واجهتها بقيت تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري في منطقة القبائل وغيرها. وليس غريبا أن تكون منطقة القبائل هي أكثر المناطق فيما أعتقد التي تعرف عددا هائلا من حيث الزوايا، ولذلك كانت هذه الندوة التي نتمنى إن شاء الله أن تكون ذات فائدة
لقرائنا في الشروق وللرأي العام وللمواطنين بصفة عامة. فمرة أخرى مرحبا بكم وأهلا وسهلا في بيتكم في بيت الشروق، وشكرا.